ترقبوا مشاهدينا الكرام حلقة خاصة من برنامج موعد مع النجوم. السلام عليكم الجمهور الحبيب ديالنا. أنا دابا راه متواجد في المقر ديال جريدة أور دي جورنال في ضيافة الأخ والصديق جواد سطيلي اللي عرض لي هذا البرنامج ديال موعد مع النجوم اللي ينتظروه قريبا إن شاء الله. راه غنبانوا لكم فاتي ديال الحرم القصيص ديالي. مع النجم الجديد الفنان الكوميدي المحبوب عبد الهادي لبنين في حوار شيق وممتع. كندوي على واحد الصباط ديالي انني ما قطعتش الشانطي مزيان وشدني البوليس وما عنديش فلوس حيت ديال صباطي داه الفوريان. ومني مشيت قلت ليه ما كاين داك الصباط انا ديجا عام سلفوت هنايا. مشيت باش نشري صباط لقيت بان النمره ديال الرجيم ديكلارينا ما اي فيترينا وقفت كنقي الصباط كنبغي نخلصو كيقول لا سير خلص فولين عندك حق تجي تشري صباط.